ما شاء الله ما شاء الله. كلنا نجدد العمرة ما شاء الله، اللهم تقبل يا رب. يا الله الله المكان خطر خطر. أنا متحمسة جدا جدا للعمرة إن شاء الله، يعني متحمسة جدا والله العظيم، شعور لا يوصف خالص خالص. بسم الله نشوفكم إن شاء الله في الحرم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. مين اروح الجيم؟ يعني مين فاضي يروح الجيم في مكة؟ اصلا الطواف والجيم لوحده. نجي ترى في مدخلين هنا، احنا دخلنا ريسبشن من هناك، بس في مدخل تاني اكبر. الريسبشن احنا دخلنا من هنا، بس في مدخل اكبر من هنا. الا
الاوتيل بتاعنا هنا صح؟ هنا في محطة باص قدامنا. الباص هنا يعني بيروح الحكومة، اللي بيروح لمكة بيجي 6 مرات في الساعة الحرم. ايوه ست يعني ماشي 6 مرات في الساعة. وهناك في واحد يعني بنروح ناحية تانية كده بيروح 24 ساعة كل بيروح اكتر، يعني هناك بيروح اكتر اما ده بيروح 6 مرات. في ناس بتقول انه الواحد عادي يأجر بيت في جدة وبعدين من جدة كل مرة يعني ما هي ساعة من جدة صح لمكة. في ناس بتقول ممكن عادي جدا تأجر بيت في جدة عشان ارخص وتروح كل مرة من جدة للحرم. بس لا الكلام ده ينفعش، الكلام ده صعب صعب جدا، عشان اصلا احنا هنا عايشين جوا مكة بردك طالعين ناخد باص الحرم لحد محبس الجن، ومحبس الجن هناخد بردك باص تاني بتاع الحرم لحد مكة المكرمة. اصلا بعيد ارهاق يا جماعة، والله ارهاق. فاللي يقول لك تقدر تاخد تعيش مثلا تاخد بيت في جدة او تروح كل يوم الحرم ساعة، والله كذب كذب، ارهاق وتعب وكذب. اوكي فعشان لكم تأجروا بيت هنا في مكة وتاخدوا او فندق في مكة وتاخدوا باص الحرم هنا. اوكي الحمد لله. لا مش بتاعنا، مش هو مش هو ده بيروح 24 ساعة. كل الباصات اللي على اليمين هم بيكونوا حافلات النقل المجاني إلى الحرم، بيكونوا كبار جدا مكيفين ويعني حلوين، خدمة حلوة جدا. لما بيكون فاضل مثلا نص ساعة وربع ساعة للصلاة بيقفلوا الشارع كله للعربات الملاكي، فقط الباصات أو الحافلات النقل هم فقط اللي بيكونوا شغالين، أما الملاكي بيكون خلاص ما ينفعش يدخل منطقة زي ما ينفعش عاد محبس الجن. فاحنا اتورطنا خدنا اوبر وعديها كان فاضل مثلا اعتقد ربع ساعة لصلاة العصر، فاضطرينا ننزل وهناك ناخد الباص النقل العام ده. فهتشوفوه يا جماعة جميل مكيف وكل حاجة. ومن طريق من الحرم الى الفندق بتاعكم المكان انتم مقيمين فيه هتضطروا تاخدوا باصين، اول حاجه باص من الحرم لمكان معين كده مليان باصات كانه كده باركينج بتاع باصات، ومن هناك هتاخدوا باص تاني. فانتوا لازم ايه اول ما تنزلوا من الفندق بتاعكم تسالوا الفندق تقولوا لي ايه، عشان باصات هناك بيكون ايه من رقم 1 لحد رقم 9 مثلا، تقول لهم يا جماعه ايه رقم الباص اللي قريب من الفندق اللي بيروح للحرم، عشان تعرفوا عشان اول ما تنزلوا هناك يا جماعه تلاقوا باصات ارقام كتير جدا، ولازم تاخدوا الرقم الصح اللي بينزلكوا جنب الفندق بالظبط. والا لو اخدتوا واحد تاني هتتورطوا، ممكن تنزلوا يعني ممكن تنزلوا الناحيه الثانيه من مكه. فمهم ضروري جدا يا جماعه تسالوهم تقول لهم ايه رقم الباص اللي بيركن جنب الفندق بالظبط. انصحكم ان تخرجوا قبل الصلاه مثلا بالكتير ساعه ونص، عشان دلوقتي احنا المفروض طريقنا من هنا بس قفلوا الطريق من هناك عشان الصلاة كمان الطريق محبس الجن، فلازم كلنا نروح نتمشى لحد ما ناخد حفلات مكة اللون الأزرق اللي هناك ده. الحمد لله لحقنا ركبنا الباص اللي بيروح الحرم. الحمد لله خلاص وصلنا الحرم. كل الباصات اللي كانت مركونة حفلات مكة اللي كانت مركونة كلها كانت كمان نروح بقى نجري ان شاء الله عشان نلحق الصلاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
جبل الصفا. ما شاء الله ما شاء الله على عدد المسلمين ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله على العدد. ما شاء الله الزحمة ما شاء الله مسلمين جميع أنحاء العالم. الناس قالوا إن فرع البيت ده اللي في مكة اللي في برج الساعة ولا أعتقد إن شكرا يعني طعم حلو جدا. إن شاء الله النهاردة ندوم. اشتريت 19 لا 12 حبة ممكن والله كان مش فاكرة. مسحب ب 19 ريال ويا رب طعمها حلو ان شاء الله. ودي ب 50 ريال يعني غاليه بس كبيره جدا ما شاء الله تشبه فاميلي سايز. المسحب ما كانش طعمه يعني كان طعمه عادي بصراحه وحجمه صغير جدا وما اتوقعش انه حجمه يكون صغير جدا للدرجه دي. طعمه عادي جدا ومشهور المفروض ما يكونش مشهور للدرجه دي يعني عادي 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 جدا بصراحه. السلام عليكم يا جماعه. الساعه دلوقتي 7 احنا لسه جايين من الحرم كنا اليوم كله هناك من المغرب لحد الفجر وبردك لسه والله راجعين الساعة 6 وقعدنا شوية قلنا بعدين نخرج نجدد النية بتاعت العمرة. هنروح جامع السيدة عائشة رضي الله عنها. هنروح الجامع بتاعها هو عبارة عن اعتقد 20 دقيقة من
من المكان بتاعنا بالعربية. وبعدين لما نرجع من الجامعة من جامعة سيدة عائشة رضي الله عنها هنروح نستريح، وبعدين ان شاء الله نروح نعمر، هنروح بباصات الحرم اللي هي مجانية. قصادك دي، قصادك دي قدام من هنا كده، هنروح بدي هذه الحافلات الحكومي اللي بتودي للحرم، وبردك هنحاول نرجع بيها. احنا اصلا اغلبية الاوقات لما رحنا الحرم رحنا ببولت، بولت بردك او اوبر بردك بيجي هنا، بس كلهم كانوا بيرفضوا، يعني كلهم كده 4 دقايق يجي عندنا بعدين يرفضوا الرحلة. فطلع عشان بيرفضوا الرحلة، واحد من الخوين كان معاه قال ان هما بيرفضوا الرحلة عشان هما عايزين نقدي، ولو انت حتى في الاب بتاعك في الاوبر كان انت تدفع بفيزا كارد هيرفضوا عشان هما عايزين نقدي، عايزين كاش. عشان نرجع للمكان بتاعنا من الحرم لازم ناخد باصين مختلفين حكومي، بس عشان نروح الحرم ناخد باص واحد بس. طبعا لازم تلبس لبس الاحرام من هنا وانت بتعمر. مسجد ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هنا في معتمرين كتير جدا، طلع في باصات اصلا حكومي بتودي هنا واحنا ما كناش عارفين. كل المعتمرين دول يعني باذن الله هيجددوا العمرة اليوم معنا. تخيلوا من هنا يا جماعة ممكن نشوف الحرم. تقول ان العمرة اصري ان البولت الاوبر خد حوالي 38 ريال من المكان اللي احنا قاعدين فيه، فاكيد يختلف. رجعين الفندق، خدنا باص من الحرم وهنزلنا منطقة هناك، منطقة بردك فيها باص كتير جدا بأرقام مختلفة، رقم 1 6 2 يعني إلى آخر. وصلنا محطة، وصلنا دلوقتي هنزل دلوقتي وأصوركم منظر، في كمية باص كتير جدا وكل واحد دلوقتي ياخد باص هيوديه لأقرب مكان لمنطقته الفندق بتاعه. احنا الباص الأقرب للمنطقة بتاعتنا اسمه باص رقم 6، لن تعرف رقم باصك ولا هتعدل، عشان احنا ركبنا الباص رقم 7. والله نزلنا منطقة مختلفة خالص. هنا وصلنا لمحط المنطقة اللي يعني باص ياخدك على طول، باص من الحرم على طول ياخدك المكان ده. ومن المكان ده زي ما قلت هتاخد الباص اللي رقم الباص اللي بيروح للمنطقة بتاعتك. يعني احنا رقم الباص اللي بيروح عندنا رقم 6. والله يا جماعة شوفوا المنظر. شوفي هنا كمان ماما بتقولي ان احنا لما انا كنت بحجز فندق كل الفنادق كانت مليانه جدا عشان موسم الحج لسه ما كانش خلص، فعشان كده اضطرينا ان احنا نحجز فندق بعيد شويه. هو ده يعني يا الله ده كان الفندق الوحيد اللي كان قريب شويه في نفس الوقت بعيد، احنا متوقعناش انه يكون بعيد كده. بس ان شاء الله يعني انا بقول احسن حاجه يا جماعه انكم تحجزوا فندق جوه الحرم قريب جدا من الحرم، عشان والله ده تعب جدا يا جماعه. دلوقتي لسه مصلين الفجر، وكل كل مره دي ثالث، يعني كل مره خدنا مرتين الباص الحكومي ده وبنحط راجع عشان صعب الاوبر يجي او تلاقي تاكسي وكده، صعب جدا. بتوه يا جماعه والله العظيم احنا تهنا مرتين تهنا، يعني اسالهم نقول لهم مكان الفندق، والاوبر كمان لو انت طلبت اوبر مش بيجي اصلا، اوبر باص مش بيجوا. ف زي ما بقول ان الواحد احسن ياخد فندق جوه الحرم لو يمكن، عشان الله العظيم ده تعب تعب تعب. مرتين خدنا اللي رجع لنا غلط، الاوبر مش بيقبل ان هو يجي في الليل كده منطقه الحرم، ولا التاكسي بيقبل ولا اي حاجه. قلت لهم اسم منطقتك واسم فندقك مش هيعرفوه، يقول لك رقم كام عشان انبسطنا بالارقام. والله احنا تعبنا جدا اول مرتين عشان نرجع البيت، بس ان شاء الله الحمد لله امبارح عرفنا. فاحنا بصنا رقم 6 هناك، هو رقم 6 هناك، وزيد على كده احنا مرهقين. الساعة دلوقتي دخل على 7 الصبح. فيا جماعة بجد يا اما تسألوا فندقكم رقم الباص اللي قريب من المحطة اللي بيودي الحرم، هل هو رقم 1 2 3 4 5 ايا كان، وما تعملوش غلطتنا تنزلوا محطة يعني غلط. نزلنا محطة غلط واضطرينا ناخد تاكسي من هناك، والتكاسي هنا يا جماعة اقلها 30. ماما مش قال لي تاكسي 30 ريال في مكة، قال لي تاكسي 30 ريال مش بيخطوك. وايه ما هو كنت مشكلة اصلا مش مع الزحمة مش هيحدش هيقف لك، ولو وقفوا هيتمنوا في الاسعار يقول لك 50 30 40 ممكن يطلعوا في 60 كمان. ما يقول لك احنا فاكرة كده نزلنا المحطة ما الباص ما رضيش يكمل، قال لنا كام 20 للشخص وهو اصلا كانت قريبة جدا للحرم.
يا جماعه الله العظيم تعب تعب، بس يا رب يتقبل. شايفين شايفين يا جماعه كميه البساط اللي هنا؟ سبحان الله والله. بس يعني لو يمكن احسن واحد ياخد باص، قصدي احسن واحد يحجز جنب الفندق بالظبط. ثانيه حبيبي استنى. فين بقى رقم 6 7؟ ما فين 6؟ فين 6؟ باص رقم 6 هندي؟ 6 قدامي هذا قدام. شكرا. باص مكيف وكل حاجة، بس متعب جدا. و بعد كده برضك هنزل محطة تانية وناخد فيها باص تاني. يعني دلوقتي خدنا 3 باصات كلهم نقل حكومي، بس برضك متعب والله يا جماعة.